مبارك سعيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير. أدينا الحمد لله صلاة العيد بعد شهر مبارك قضيناه في الصيام والقيام والذهاب إلى المساجد لتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وحضور صلاة التراويح وصلاة التهجد. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا جميعا وأن يعيد علينا أمثال هذه الأيام باليمن والأمان والسلامة والإسلام وجواز من الرحمن. تقبل الله منا ومنكم جميعا. المبلغ به بالحق ولهذه الصراط المستقيم بأبي وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الحكمة وكشف الغمة الدين وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم على العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.